أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ومرحبا في درس جديد ألا وهو من أحكام التجويد. الوقف والابتداء. الوقف والابتداء من أهم أحكام التلاوة، وهو فن يعرف به كيفية أداء القرآن الكريم، وهو قطع الصوت عن الكلام زمنا يتنفس فيه القارئ، عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض، بمعنى آخر اختيار وقفة مناسبة للتنفس والاستراحة عند تلاوة القرآن الكريم، ويكون عادة في نهاية الآيات. طب لو بصينا مع بعض على أقسام الوقف، هنلاقي يقسم الوقف إلى 4 أقسام، وهي التام، الكافي، الحسن، القبيح. الوقف التام، وهو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لو وصل بما بعده أوهم معنى غير مراد، نحو قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم، ثم الابتداء ب: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذه الآيات من سورة ياسين. فالوقف على قولهم وقف لازم، لأنه لو وصل بما بعدها لأوهم أن جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هو مقول القول، أي أنه من قول الكافرين، وهو ليس كذلك لأنه قول الله عز وجل. الوقف الكافي، وهو الذي يتم به الكلام لفظا لا معنى، ويتعلق الكلام به بعده لفظا لا معنى، فيحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، نحو قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم يبدأ به: هدى للمتقين. الوقف الحسن، الوقف على كلام تام في ذاته ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، وسمي حسنا لإفادته معنى يحسن الوقف عليه، نحو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يحسن الوقف على الحمد لله، ولا يحسن الابتداء ب رب العالمين. الوقف القبيح، هو ما يقبح الوقوف عليه لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، كالوقف على كلمة الحمد من قوله تعالى: الحمد لله، أو الوقف على إياك من قوله تعالى: إياك نعبد. للوقف أقسام وضحها. طبعا الوقف التام، الوقف الكافي، الوقف الحسن، الوقف القبيح. ما المقصود بالوقف التام؟ نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو. علامات الوقف ودلالتها. علامات الوقف هي علامات في المصحف الشريف، وهي عبارة عن حروف فوق الكلمات، ولكل منها دلالة خاصة، وهي أول حاجة عندي هنبص على الميم، دي علامة الوقف اللازم، نحو قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. ليه؟
علامة الوقف الممنوع نحو قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. جيم علامة الوقف الجائز جوازا مستوى الطرفين نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. صل علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى نحو قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى نحو قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم. علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقوف على الآخر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الابتداء تعريفه: هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف، والابتداء لا يكون إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه الضرورة، فلا يجوز الابتداء إلا بمعنى مستقل غير مرتبط بما قبله في المعنى. أقسامه: ابتداء حسن، هو الابتداء بكلام مستقل بالمعنى بين معنى أراده الله ولا يخالفه، مثل قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ابتداء قبيح، هو الابتداء بكلام يفسد المعنى أو يوهم بغير ما أراد الله، مثل قوله تعالى: اتخذ الله ولدا، في قوله: قالوا اتخذ الله ولدا، ومثل إن الله فقير ونحن الأغنياء، بعد قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا. قارن بين الابتداء الحسن والابتداء القبيح، نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو. ثانيا، أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي التي لا حرق لها، مثل من وعن. أما التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا وتكتب ضمتين على شكل الضمتين اللي انت شايفهم كده، كما في كلمة رحيم، أو فتحتين مثل عليما، أو كسرتين مثل خبير. أحكام النون الساكنة والتنوين هي: أول حاجة الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. الإظهار، وهو أن تنطق النون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا، وذلك إذا جاء بعد أي منها حرف من الحروف الست الآتية: همز هاء، عين حاء، غين خاء. والجدول الآتي يوضح بعض الأمثلة على إظهار النون الساكنة والتنوين.
عندي كلمة ين أول، بص كده أنا هعمل لها إظهار ودي في كلمة واحدة، فهنجد إن النون ساكنة وراها حرف من حروف الإظهار وهي الهمزة. وبص عندي كده في كلمتين لما أقول من ألف هلاقي هنا هعمل إظهار لأن النون ساكنة والألف إيه من حروف الإظهار تبقى من ألف. بص كده لما الاقي كفوا احد هلاقي التنوين بعديه حرف من حروف الاظهار وهي الهمزه، فبقول ايه كفوا احد، فبعمل له عمليه ايه اظهار. فلا تنهر برضو هلاقي النون هنا ساكنه بعديها حرف من حروف الاظهار وهي الهاء، فبعمل لها ايه اظهار. برضو من هات في كلمتين هلاقي النون ساكنه بعديها حرف من حروف الاظهار وهي الهمزه. سلام هي هلاقي برضو عندي التنوين بالضم بعديه حرف من حروف الاظهار وهي الهاء، فبعمل له عمليه اظهار. ينعق برضو هلاقي النون هنا ساكنة بعديها حرف من حروف التنوين اللي هي العين، فبعمل له عملية إظهار. وبرضو من علق هلاقي النون هنا ساكنة وبعديها حرف من حروف الإظهار اللي هي العين، فبرضو بعمل له إظهار. يبقى أنا عندي في كلمة واحدة ينعق في كلمتين من علق أجرون عظيم، التنوين بالضم بعديها حرف من حروف الإظهار العين، فبعمل له إظهار. ونجد ذلك في بقية الأمثلة. الإدغام إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. حروف الإدغام 6 أحرف مجموعة في كلمة يرملون، حيث تدغم النون الساكنة أو التنوين فيما يقع بعدها إذا أتى بعد أي منهما حرف من الحروف الستة. الإدغام نوعين، أول حاجة إدغام بغنة، وذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف المجموعة في كلمة ينمو، ويشترط أن تكون النون في كلمة وحرف الإدغام في كلمة أخرى. إدغام بغير غنة، ويكون ذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اللام أو حرف الراء. وفيما يلي أمثلة على النوعين. لو بصينا كده على الجدول اللي عندك هنلاقي أول حاجة النون الساكنة في كلمة بيقول. طب هنلاقي كمان إن هنا في تنوين برق يجعلون. لو إحنا بصينا على النون الساكنة هنا بعديها حرف الياء، الياء ده حرف من حروف الإدغام فهو إدغام بغنة، والتنوين وراها الياء، الياء في كلمة ينمو يبقى ده إدغام بغنة. طب بصوا معايا كلمة من نور، هنلاقي النون وراها النون يبقى ده إدغام بغنة. طب يومئذ ناعمة، هنلاقي التنوين بعديها النون والنون ده حرف من حروف الإدغام بغنة، يبقى أنا هبعمل هنا إدغام بإيه؟ بغنة. مما وعذاب مهين، هنلاقي برضو إن الميم حرف من حروف الإدغام، فكل ده أنا بعمله إدغام بإيه؟ بغنة. مولي رحيم ودود، يبقى الياء والنون والميم والواو دي حروف الإدغام بغنة. طب لو بصينا كلمة من لدن هنلاقي يومئذ لخبير، ده إدغام عشان النون والتنوين وراهم حرف اللام، بس هنا إدغام بدون إيه؟ بدون غنة، فبقول إيه؟ من لدن يومئذ لخبير، فما بعملش غنة، هو إدغام بدون غنة. من ربهم ثمرة رزقة، يبقى هنلاقي النون والتنوين وراها الراء، والراء دي حروف من حروف الإدغام، حرف من حروف الإدغام، بعمل إدغام بس هنا إدغام بدون إيه؟ بدون غنة. الإقلاب، وهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخففا في النطق مع بقاء الغنة، وذلك إذا أتى بعد أي منهما حرف الباء وعلامة الإقلاب في المصحف ميم تكون بين النون والباء. طب لو بصينا على النون الساكنة في كلمة واحدة كلا لينبذن، هنلاقي النون وراها حرف الباء وهم بنقولي هم الاتنين في كلمة واحدة، يبقى هنا بتقلب إلى ميم، يبقى ده اسمه إيه؟ إقلاب. يبقى تاني قال لي في كلمتين، لو بصينا على كلمة من بعد ذلك هنلاقي النون وراها الباء، النون في كلمة والباء في كلمة أخرى، فهنقولها زي من بعد ذلك، يبقى هنا حصل إقلاب، يبقى الباء ده حرف من حروف الإقلاب إذا جاء قبله حرف الإيه؟ النون الساكنة. طب مع التنوين
اللي سميع بصير. هنلاقي ان التنوين هنا جه في كلمه والباء جالي في كلمه اخرى، يبقى هنا بعمل له اقلاب فبقول ايه؟ سميع بصير. الاخفاء، ويقصد به النطق بالحرف نطقا بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة، وذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرفا من الحروف 15 التي لم نذكرها في الأحكام السابقة، وهذه الحروف مجموعة في أول كلمات هذا البيت من الشعر. صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. لو بصينا بقى على كل حرف في هذه الكلمات هنطلع منهم حروف الإخفاء. طب هنا قلت دلوقتي حروف الإخفاء اللي هي الصاد الذال الساء الكاف الجيم الشين القاف الدال طاء زاي فاء تاء ضاد ظاء. شكرا لكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، وعلى وعد بلقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.